وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن الصابئة، من هم الصابئة؟ أيها الكرام الفضلاء، هذه الطائفة ذكرت في 3 مواضع من القرآن، أولها في سورة البقرة الآية 62، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والموطن الثاني في الآية 17 من سورة الحج، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الموطن الثالث والأخير في سورة المائدة في الآية 69، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصابئة جمع مفرده صابئ، وهو اسم فاعل من صابا للصاد المهملة المفتوحة والباء الموحدة التحتانية المفتوحة وهمزة القطع، يصبأ إذا خرج من دين إلى آخر. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره: والصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينه دينا، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئة، يقال صبأت النجوم إذا طلعت. طيب وإيش مذهبهم؟ شوف ابن القيم ماذا يقول: وأما مذهبهم اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا، وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم، فقال الشافعي رحمه الله: هم صنف من النصارى. وقال في موضع آخر: ينظر في أمره، فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين ولكنهم يخالفونها في الفروع فتأخذ منهم الجزية، وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية. وأما أقوال السلف فيهم فذكر سفيان عن ليث المجاهد، قال: هم قوم بني اليهود والمجوس ليس لهم دين. وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قوم يعبدون الملائكة. قال ابن القيم: الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي، وهي إحدى الأمم المنقسمة إلى مؤمن وكافر، فإن الأمم قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبز الأوثان والمجوس، ونوع منقسم إلى سعيد وشقي وهم اليهود والنصارى والصابئة. وقد ذكر الله سبحانه النوعين في كتابه تبارك وتعالى فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الموطن الثاني الذي مر معنا في سورة الحج فلم يقل، ما زال كلام ابن القيم، فلم يقل ها هنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا، فذكر 6 أمم منهم 2 شقيتان و4 منهم منقسمة إلى شقي وسعيد. وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في 4 أمم ليس إلا، ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين، وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم، فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، يعني هذه الصابئة هذول قبل اليهود وقبل النصارى، وهم أنواع: صابئة حنفاء وصابئة المشركون،
وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح، ولهم كتب وتآريف وعلوم، وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة، منهم إبراهيم بن هلال الصابئ صاحب الرسائل، وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين، وأكثرهم فلاسفة ولهم مقالات مشهورة ذكر أصحاب المقالات. وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم، شيء عجيب، لا يكذبون ولا يوجبون اتباعهم، وعندهم أن من اتبعهم يعني من اتبع الأنبياء فهو سعيد ناجي، وأن من أدرك بعقلهم أدعوا إليه فوافقهم فيه وعمل بوصاياه فهو سعيد، وإن لم يتقيد بهم فعندهم دعوة الأنبياء حق ولا تتعين طريقا للنجاة، يعني مو شرط أنك تتبع النبي. وهم يقرون أن للعالم صانعا مدبرا حكيما منزها عن ممثلة المصنوعات، ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم قالوا نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط، والواجب التقرب إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية المبرئين عن القوى الجسدية المنزهين عن الحركة المكانية والتغييرات الزمانية، بل قد جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس، ثم ذكروا أنهم يعبدون هذه الوسائط وتقربون بها وإليها، ويقولون هم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة. ثم قال رحمه الله ابن القيم: فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات عن دين الصابئة، وهو بحسب ما وصل إليهم، وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسماء وصفات وملائكة ورسل واليوم الآخر، وفيهم الكافر، وفيهم الأخذ من دين الرسل بما وافق عقولهم واستحسنوا فدانوا به وراضوه لأنفسهم. وعقد أمرهم أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم، ولا يوالون أهل ملة ويعادون أخرى، ولا يتعصبون لملة على ملة، والملل عندهم نواميس لمصالح العالم، فلا معنى لمحاربة بعضها بعضا، بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس وتتهذى به الأخلاق. ولذلك سموا صابئين كأنهم صبأوا عن التعبد بكل ملة من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحد من السلف: ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، وهم نوعان: صابئة حنفاء وصابئة مشركون. فالحنفاء هم الناجون منهم، وبينهم مناظرات ورد من بعضهم على بعض، هم قوم إبراهيم كما أن اليهود قوم موسى، والحنفاء منهم أتباعه. انتهى من كتاب أحكام أهل الذمة. وما ذكره من انقسام الصابئة إلى موحدين ومشركين قرر الشيخ الإسلام بن تيمية في غير موضع، كما في الرد على المنطقيين صفحة 287 و 290 و 454 و 458، وأيضا في منهاج السنة، وأيضا الشيخ بن عاشور بحث في هذه المسألة في تفسيره لآية سورة البقرة. والصابئة فرقتان مشهورتان: فرقة عرفوا في الفكر الإسلامي بالحرانية، وقد نبه البيروني إلى أن هؤلاء الصابئة الحرانية ليسهم الصابئة على وجه الحقيقة، وأنهم تسموا بالصابئة في عهد الدولة العباسية سنة 288، ليعدوا في جملة من تأخذ منهم الجزية وترعى لهم الذمة، وكانوا قبل يسمون بالحنفاء والحرانية. النوع الثاني هم الصابئة المندائيون أو المنديون، وهم الذين تخلفوا ببابل من أثر بابل الذين سباهم بختنصر الذي يعرف بنبوخذ نصر بعد تدميره لهيكل سليمان، و اعتادوا العيش في أرض بابل فأثروا البقاء فيها ولم يرجعوا مع السبي العائد إلى بيت المقدس بعد أن حررهم قورش الفارسي من الأسر، فسمعوا أقاويل ومعتقدات المجوس وصابوا إلى بعضها فأخذوا مذهبهم فأصبحوا خليطا من المجوسية واليهودية والنصرانية، وانتشروا في بلاد العراق، انتشروا في بلاد الرافدين في بلاد العراق.
ويصل عدد الذين يعتنقون هذا الفكر إلى قرابة 70 إلى 100 ألف من الناس ينتشرون في بلاد العراق، ولهم طقوس ولهم بسملة معينة يكتبونها باللغة المندائية، أبشوميهون أدهاي ربي، وتعني باسم الحي العظيم وتعني باسم الله الحي الأزلي. وأيضا بإلهي ذاكن إيه الله الحي المزكي، يعني أركان الدين عندهم التوحيد بالحي الأزلي، واحد أحد سيدوثا أدهاي، وعندهم شيء اسمه الصباغة والتطهر ميصبطة وطماشة والوضوء والصلاة أرشامة وبراخة والصوم صومة والزكاة زيدقة. وأيضا بالنسبة للأنبياء يؤمنون بعدد من الأنبياء اللي هو آدم وشيث بن آدم وموسى بن نوح وزكريا ويحيى بن زكريا، أيضا من الذين يؤمنون بهؤلاء الأنبياء. وبالنسبة للمحرمات عندهم كالكفر والردة من شريعتهم وعدم الاعتراض على الأوامر، والخمر شاربها يوضع في قيود وأقفال وتثقل عليه السلاسل والأغلال، وأن حب الذهب والفضة وجمع الأموال صاحبه يموت 200 في موت واحد، وأيضا المنقوع التمر الزبيب الفواكه إذا مر 24 ساعة يحرم شربه، إلى غير ذلك من بعض العقائد التي هي عندهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الحق، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. المهن عندهم أشهر مهنة عندهم النتاجات الأدبية والعلمية، فتجد بينهم الطبيب والمهندس، يعني عندك برع منهم بإسحاق الصابي وزير الطائع والمطيع والثابت بن قرة وسنان وإبراهيم ابنيه، برع في الطب وإبراهيم بن هلال الأديب ذا، وعبد الجبار بن عبد الله صاحب الإنجازات العلمية، ولميع عباس عمارة، وعبد الرزاق بن الواحد، وهذول من العراقيين هؤلاء. وأيضا مهنة الصياغة توارثوها أبا عن جد، ينتشرون في الأهواز العربية من أرض إيران الآن، وينتشرون أيضا في بغداد وأستراليا وأوروبا وأمريكا وكندا، ولا زالوا حتى الآن يعملون بصياغة الذهب. هذه يعني ما تيسر إراده وتهيا إعداده عن هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.